وعد الله حقا فهو العزيز والسماوات فأما من طغى وآثر الحياة حياة الدنيا فإن الجحيم أي سورة تحفظينها يا رهف؟ أي سورة تحفظينها؟ والليل إذا يغشى كأنهم جرد منتشر مهطعين إلى السماء يكون الكذب وهو غفور رحيم قد فرض الله لكم تحليل Did you put an SNS with this? فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وإذ أسر النبي لا بعد الظني حديثا كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم شاهدا إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أدبر كلا والقمر كلا والقمر ناسيات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجوف الراجفة فتبوح الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشية يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس الكوثر فصل لربك والنهر إن شانئك هو الأبتر كما قال الحمار الصغير
إلى ربهم كمثل الذين قالوا ما هذا إلا رجل قالوا ما هذا إلا إفك مفترى قال الذين كفروا الحق لما جاءهم هل إن هذا إلا سحر وما آتيناهم من يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من مدبر فكذب الذين من قبلهم وما أرسلنا وما آتيناهم خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم غاسكيت غاسكيت نيتا لاكوب فاتي في القدر امين.